أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد صرفنا في هذا القرآن وما يزيدهم إلا نفورا. قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا. سبحانه وتعالى تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا. وَجَعَلْنَا
وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا نحن أعلم بما يستمعون به Surakan Allahul Aliyul Adzim.